السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعتبر التلوث المائي من بين المعضلات التي تشغل تفكير العالم لإيجاد حل لها، وبطبيعة الحال هذا التلوث لديه تأثير ينعكس سلبا على الثروة السمكية. سنناقش هذا الموضوع وخصوصا بجهتنا سوس مسا. اليوم نستضيف معنا في البلاتو مجموعة من الأصدقاء يشاركوننا مناقشة هذا الموضوع. نرحب بالزميل زكريا أبو طغابات. شكرا على الاستضافة. الزميل مبارك بوشبون. شكرا. والزميلة سارة إتستح. شكرا لك الزميلة هاجر. شكرا. سنحاول أن نتطرق إلى هذا الموضوع من خلال تعريفه مع ذكر أسبابه ونتائجه ومناقشتها لإيجاد حلول لها، ولكن قبل ذلك أترككم مع هذا الروبورتاج. التلوث ظاهرة خطيرة تلحق الضرر بالإنسان وباقي الكائنات الحية وتحدث خللا داخل المنظومة البيئية. في نظري التلوث المائي هو عملية تدارك للمواد الضارة والسامة في مناطق التجمعات المائية مثل المياه الجوفية والسطحية والبحيرات والأنهار. شاهدنا من خلال هذا الروبورتاج آراء مختلفة لمجموعة من تلاميذ المؤسسة. الزميل زكريا، في رأيك ما هو التعريف المناسب لهذه الظاهرة انطلاقا من البحث الذي قمت به في هذا الصدد؟ نعم شكرا. التلوث بصفة عامة هو إدخال مواد غريبة على البيئة والتي لا تنتمي إليها أصلا. أما تلوث الماء فعادة ما يعني تراكم مادة أو أكثر على مستوى البحار والأنهار، مما يسبب دمارا للكائنات الحية ومن بينها الأسماك. نعم، تطرقت إلى مواد دخيلة، أي أنها لم يكن لها بالبيئة وجود. تماما، فبالضرورة هناك عوامل خارجية كانت لها يد في إدخال هذه المواد على البيئة، مما يسبب اختلالا في التوازن الطبيعي. شكرا لك الزميل زكريا أبو طغابات. إذن لا بد من وجود مسببات مختلفة لهذه الظاهرة. الزميل مبارك بوشبون، هل لك أن تحدثنا عن بعض مسببات هذه الآفة؟ أشكرك جزيل الشكر على هذا السؤال الوزيه. فالأسباب تتعدد وتختلف، إذ يمكن أن نحصرها في ثلاث أنواع، لكن يجمع عامل أساسي ألا وهو العامل البشري الذي يتصدر قائمة الأسباب بنسبة 95% من هذا التلوث بهذه الجهة. وتم ظهر ذلك من خلال أولا النفايات الصناعية، حيث ينتج القطاع الصناعي كمية هائلة من النفايات وملوثات التي تسبب تلوث الهواء. أيضا تقوم هذه الملوثات بتغيير لون المياه ودرجة حرارتها، كما تشكل خطرا كبيرا على الكائنات الحية مما يؤثر سلبا على الثروة السمكية المحلية. إذن في نظرك هل هذا هو السبب الوحيد الذي يساهم في هذا النقص في الثروة السمكية؟ لا، بل توجد عدة مسببات، ومن بينها مياه الصرف الصحي التي يتم إلقاؤها في البحر دون معالجتها، وبسبب ذلك تساهم في تخريب البيئة البحرية المحلية. نعم، في الحقيقة كلها مسببات أدت دون شك إلى نتائج وخيمة انعكست سلبا على الثروة السمكية المحلية. إذن الزميلة سارة إتستار، في رأيك ما تأثير كل هذه الملوثات على الثروة السمكية المحلية؟ بصفة عامة يؤثر تلوث المياه على الإنسان والكائنات الحية الأخرى وعلى البيئة من حولنا بالعديد من الطرق المختلفة. وإن أول تأثيرات ونتائج سلبية لتلوث المياه تكمن في عدم إيجاد مصادر للمياه العذبة وشرب المياه الملوثة، وقد تؤثر على الإنسان من دون شربها بطريقة مباشرة، إذ أن تناول النباتات المروية بالمياه الملوثة أو الأسماك والكائنات البحرية التي تعيش فيها تؤدي لتعرض الإنسان لأمراض مختلفة. نعم، كل هذه نتائج اقترحت علينا الزميلة سارة إتستار. هل من الممكن أن نجد حلول للحد من هذه الظاهرة؟ لنشاهد معا هذا الروبورتاج. شخصيا أرى أن الحل المناسب للحد من هذه المعضلة هو ضرورة محاسبة المتسببين في أن يكونوا عبرة لغيرهم. والحفاظ على المياه البحرية وشواطئها وحماية الكائنات البحرية الحية. إذن كانت هذه بعض الحلول التي اقترحها بعض الزملاء من التلاميذ. زميلي مبارك، هل يمكن الحديث عن حلول أخرى أو على الأقل حل آخر لهذه الظاهرة؟ نعم،
هذا كإضافة لما تحدث عنه زملاؤنا في هذا الروبورتاج، فيجب معالجة مياه المزاري ومياه الصرصحي قبل طرحها في البحر أو وصولها إلى الأراضي الزراعية. شكرا لك زميلي مبارك على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم زملائي في بلاتو. أعزائي عزيزتي، إلى هنا نكون قد أنهينا مختلف فقرات هذا البرنامج. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى فرصة مقبلة إن شاء الله.